هلال أهلا أهلا. خياراتي منوعة ولبسي شيك بنتن وما لبس وما شيك ركز مي واقف هنا اللي تجي وراها الموضة لو شفتونا في أي مكان أعرف إنه بس الفوضى بكلمك مش بترد مشغول طب ما تقول ما هو بقول لا انت اتغيرت ما بقتش تحبيني بعتلك على الواتساب ما شفتهاش لا يا شيخ اه والله اكدب ليه عشان شو هال 2020 متأهلي عالصدارة كورونا جاي من الصين وماشي من حارة الحارة لو وقاية ولا تعقيم شو هالبلد يخسر سكر محلي محطوط على كريمة كعبك محني والعود على القيمة وتجيني تلاقيني لسه بخيري My heart went Oops, yeah My heart just got stuck between these loops My mind got stuck in between these groups Groups, huh? They don't hurt me but it's
شبحك حب شبحك وانا غنيت ظلموه يا قلبي يا عيني يا سيدي على الغيب يا جماعه انا مش لاقي تليفوني يا جماعه بيرن هناك ما تجيبهولي يا جماعه سلاحف النينجا طلبوني يا جماعه انا شكلي خربت فوقوني ملاج عندي حساسية من أبو وجهين بكلمك مش بترد مشغول طب ما تقول ما أنا هو بقول لأنت اتغيرت ما بقتش تحبيني بعتلك على الواتساب ما شفتهاش لا يا شيخ أو والله أكدب ليه عشان ما بقى Okay guys let's do this أرخص بع واحد لو في يوم وقفتك دورية أرخص بع واحد لو في يوم سرقت فلوس من أهلك أرخص صباع واحد لو في يوم حركت شيء في المطبخ أرخص صباع واحد لو جيت سرقت من البقالة أرخص صباع واحد لو جيت غشيت في الاختبار أرخص صباع واحد لو في يوم كسرت جوالك أو كسرته يعني مو لازم في يوم أرخص صباع واحد لو في يوم انفرشت من أحد أرخص صباع واحد لو جيت سويت حادث أرخص صباع واحد لو في يوم انكشفت وانت تسوي مصيبة أرخص صباع واحد لو جيت انطردت من شغلك أرخص صباع واحد لو جيت خجيت على أحد في العيلة أرخص صباع واحد لو في يوم انفصلت من المدرسة أرخص صباع واحد لو في يوم أحد خانك أرخص صباع واحد لو جيت رسبت في مادة أرخص صباع واحد لو جيت شردت من البيت هل عن أبو المكياج العالم دمر يلي بتشوف أنا أنسي بتطلع جعفر إيه والله صحيح Yeah, I'm in my bag, but I mean he is too. And that's why every time you see me, I got some new shoes. النهار بتزن تزن انا هرمي التليفون واسيبها ترن 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 دي حاجات جن جن النهار بتزن تزن انا هرمي التليفون